محطة أساسية في الاحتفال بذكرى تأسيس مندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذكرى 16. كيف ما تبعتوا معنا الذكرى كيشاركنا الحضور فيها مجموعة من الهيئات القضائية، الهيئات الأمنية ومؤسسات إدارية. هاد الشركاء الضيوف هم كيشتغلوا جنبا إلى جنب مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتسهيل يعني العمليات وتسهيل تدبير ملفات بالمؤسسات السجنيه، سواء تعلق الامر بالملفات ذات الطابع الامني او تعلق الامر بتاهيل السجناء لاعاده ادماجهم في الوسط بعد الافراج. خلال هذه المحطه يتم تكريم مجموعه من الموظفات والموظفين اللي ابانوا عن حسن يعني حسن العمل والانضباط ديالهم والممارسه الجيده للعمل ديالهم داخل المؤسسات السجنيه. تم تكريم ايضا الموظف عبد الرحمن الناجي بوسام ملكي من الدرجه الثانيه. هذا اعتزاز وفخر لجميع الموظفين العاملين في المؤسسه السجنيه. وتم ايضا خلال هذه المحطه تكريم وتتويج الموظفين المتميزين اللي كتعمل لجنه محليه على انتقائهم واختيارهم عبر تصويت يعني جماعي للموظفين. الحمد لله كيف ما شفتوا تم تتويج موظف وموظفة، وهذا أيضا كي تعتبر تتويج لجميع الموظفات والموظفين. نشكر دابا السيد المدير، كنشكر المؤسسة ونشكر المدير العام وجميع كاع الموظفين والموظفات، كنشكرهم شكرا جزيلا. نطلب الله تبارك وتعالى الله يكون واحد الله يخرج سالم بخير خير في الخدمه ديالهم، الخدمه الوطنيه. احنا خدمه الحمد لله خدمنا خدمه وطنيه وخدمنا بالجهود ديالنا وجهود ديال المؤسسه وبالتعليمات ديال المؤسسه باش كنا كنخدموا الحمد لله. وشكرا كنشكر جميع الموظفين والموظفات وجميع المؤسسات السجنيه في جميع المغرب. قريب 32 عام تقريبا مدات ما خدمنا خدمه مزيان بخير وعلى خير، داز خير بخير وعلى خير الحمد لله وشكر الله. وبالتعليمات ديال الاداره وداك الشيء باش وفقنا الله وخرجنا سالمين بالاداره، ما خصنا حتى شي حاجه خايبه.